السلام عليكم. في هذه الحلقة حأتكلم على مسلسل كاسل روك. سبق وأتكلمت وديت نبذة بسيطة عن المسلسل في الحلقة الرابعة من مسلسلات 2018 الجديدة. المسلسل من إنتاج شركة هولو، وهي عبارة عن خلق عالم متكامل من روايات ستيفن كينج. وزي ما سبق التوضيح، المسلسل مو مبني على رواية بعينها، لكن أخذ الجو العام من روايات ستيفن كينج وعمل عالم متكامل. القصة عن مدينة كاسل روك، وهي مدينة كئيبة ومنحوسة صار فيها أحداث مؤسفة على مر السنين. لكن في يوم من الأيام يصير حدث مهم جدا، اكتشفوا قفص داخل سجن. داخل القفص هذا يلاقوا شاب، الشاب ده غريب الأطوار جدا، ملامحه تخوف، مظهره كله يخوف، وفوق ده كله ما يتكلم. الشيء الوحيد اللي قاله والكلمة الوحيدة اللي قالها هي عبارة عن اسم. الاسم هذا هو اسم محامي، هنري ديفر. من هو الولد؟ ليش كان محجوز؟ وقد إيش هو محجوز داخل القفص؟ والأهم، إيش دخل المحامي في الموضوع؟ المسلسل نجح نجاح كبير من دين الجو العام لروايات كينج، جو الرعب، جو الخوف، جو شد الأعصاب. وإخراجيا كان إبداع، أبدعوا في الناحية البصرية بشكل كبير. استخدام الظلام والمشاهد الليلية كان عامل قوة، غير الموسيقى وتنوع الشخصيات اللي خلانا نتعلق في القصة، خصوصا أول ثلاث حلقات اللي نزلت مرة واحدة كانت عبارة عن فيلم متكامل الأطراف. إضافة على ذا كله، لو سبق وقرأت أي كتب أو روايات لكينج هتستمتع أكثر، لأنه كان فيه تلميحات ومشاهد وكلمات وجمل من روايات ستيفن كينج مخباية في كل مكان في المسلسل. ولو جينا على التمثيل والطاقم التمثيلي، تقريبا كل واحد أدى دوره صح، خصوصا الشاب غريب الأطوار. اللي يقوم بدور الشاب هو الممثل بيل سكارسغارد، وهو نفس الممثل اللي قام بشخصية المهرج فيلم إت، وأخو غوستاف سكارسغارد اللي قام بشخصية فلوكي في مسلسل فايكنجز. تقييم هذا المسلسل صعب علي جدا، لأنه من أجمل الأشياء إنتاجيا وإخراجيا وتمثيليا أنا شفتها في 2018. لكن في نفس الوقت، الأساس القائم عليه أي مسلسل أو أي فيلم نشوفه هو القصة. وعلى الرغم من القصة كانت في تصاعد وكانت جميلة جدا، إلين الحلقة التاسعة الأمور كلها كانت جميلة. نهوها، قتلوها، عدموها بالنهاية السيئة جدا، نهاية مفتوحة. كثير أسئلة عندي، كثير أسئلة عند المشاهدين. أنا أبدا ما أقول إنه أنا ضد النهايات المفتوحة، بعض النهايات المفتوحة تحتاجها، تحتاج من المشاهد هو اللي قرر المصير، لكن تكون مجاوب على كل الأسئلة، وفي الأخير أنا أحط النهاية. وهنا المشكلة الأساسية في هذا المسلسل، سابوني مع أسئلة من غير أجوبة، وسابوني مع نهاية مفتوحة. كيف حقرر النهاية إيش تكون؟ وعلى الرغم أني استمتعت جدا بالمسلسل، وعلى الرغم أن الإخراج كان رائع، التمثيل كان رائع، أنا ما أقدر أدي المسلسل بهذه النهاية غير 6 من 10. لكن أبدا التقييم مو سبب ما يخليك تتفرج على المسلسل، لأن كل شيء ثاني غير القصة كان معمول صح. جوانب الرعب، الخوف، شد الأعصاب، التمثيل، كل شيء إخراجيا كان جميل. هتكلم عن الأسئلة اللي ما زالت مفتوحة بالنسبة لي، وإذا ما شفت المسلسل وقف هنا، لأن الأسئلة أكيد هتحرق الأحداث. هل الشاب هو الشيطان ولا جاي من عالم مختلف؟ طب لو هو فعلا الشيطان، إيش الفائدة من الحلقة التاسعة؟ ليه ورونا العوالم المختلفة؟ طب لو هو فعلا من عالم مختلف، من فين جات القوة اللي بيتحكم فيها في الناس؟ هل فعلا كان هو اللي بيتحكم في الناس ولا الموضوع كان مصادفة؟ لو هو اللي كان عنده القوة بيتحكم في الناس، ليش قاعد محبوس كل دي السنين؟ ليه ما أتحكم في أحد يجي يفكه من المكان اللي موجود فيه؟ وأهم مشهد واللي خلى الأسئلة دي كلها تجي، هل فعلا هو الشيطان؟ هل المشهد اللي جاء وشكله شكل شيطان حقيقي ولا كان هنري بيتخيل؟ إيش موضوع الصوت؟ هل هو حقيقي؟ هل هو مزيف؟ هل فعلا بتسمع صوت في الغابة أو لا؟ وهل فعلا الصوت بيخلينا ننتقل بين العوالم أو لا؟ وآخر لقطة للشاب هو بيبتسم، إيش سر الابتسامة؟ هل سوى اللي يبغى؟ هل كان يبغى هنري يقبض عليه ويحطه داخل القفص؟ إيش بالضبط؟ الإجابة أن المسلسل والقائمين على المسلسل وكتاب المسلسل ما يبغوا يعطونا إجابة أصلاً. لاحظ في الحلقة الأخيرة، بداية الحلقة أعادوا أحد المشاهد من بداية المسلسل. هذا المشهد هو مشهد مرافعة هنري في المحكمة. هنري كان بيترافع عن أحد المجرمين واللي كان بيواجه عقوبة الإعدام. كان بيسأل لجنة المحلفين ببساطة لأي درجة الشك ممكن يكون منطقي، ما مقدار الشك اللازم اللي يخلي أي أحد يتنازل عن عقوبة الإعدام؟ لأنك لما تحكم على شخص بالإعدام، تحكم على شخص بالموت، لازم تكون متأكد 100%.
فلأي درجة الشك ممكن يخليك تتنازل عن قرارك؟ إعادة هذا المشهد كأنه هنري بيكلمنا نحن كمشاهدين. لأي درجة نحتاج من الشك إنه نحكم على هذا الشاب غريب الأطوار إنه هو فعلا شيطان؟ لأي درجة من الشك نحتاج إنه نحكم على هذا الشاب إنه يستاهل فعلا يكون داخل القفص؟ لأي درجة من الشك ممكن إحنا كمشاهدين ننهي المسلسل وإحنا مرتاحين وبنقول إنه هذا الشاب غريب الأطوار استاهل الموقف اللي نحط فيه؟ أو على العكس ممكن نصدق الشاب ونصدق القصة اللي قالها وفكرة العوالم وإنه ببساطة في عالم غير العالم؟ هذا الشك هو الفكرة من كامل المسلسل. الحلو في الموضوع أنه تم الإعلان عن موسم ثاني. لو الموسم الثاني كان عبارة عن إجابات لكل هذه الأسئلة فالمسلسل ده حيكون جبار جدا، لكن للأسف الشيء ده مستبعد، لأنه في نهاية الحلقة العاشرة وبعد ما يطلع الكريدت حيجي مشهد صغير لكن مهم جدا. هذا المشهد تجي شخصية جاكي وقاعد تكتب على الكمبيوتر، بتقول للشخص اللي سألها أنه هي بتكتب رواية لكنها ذكرت اسم Overlooked. وإذا كنت أنت شخص شاهدت أفلام ستيفن كينج أو قارئ للروايات حقته حتقدر تربط إنه Overlooked هو مربوط بفندق Overlook، هذا الفندق اللي جاء في فيلم Shining أو رواية Shining، وهي واحدة من أهم روايات ستيفن كينج. فالمتوقع أن الموسم الثاني حيكون دائر حوالين هذه الرواية. إذا تجاوبني في التعليقات هل عندك أجوبة لكل الأسئلة اللي قلتها، حط اللي هي، هل أنت مقتنع في النهاية أو لا؟ كان معاكم ماهر موصلي، أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية.